صراحة اليوم خلال توزيع الجلاءات لها كانت مرحلة كثير كبيرة، تميز كثير كبير بأداء الطلاب رغم الحرب، رغم الدمار، رغم الطيران انه كان عم ينفذ غارات في مواقع قريبة، الا انه طلابنا اساتذتنا حتى مدير التربية ممثلي جيش الفتح في ادلب اثروا انه يحضروا تكريم المدرسة، تكريم طلاب مدرسة عقربات. تتحدى حدى الرمش اللي يتحدى، الرمش اللي ياخذ قلب الناس، الرمش اللي ما عمره ودى. حمدى كانت أجمل وردة، وجهها الريح وضمدت مدة. نشكر إدارة مدرسة عقربات على الجهد المبذول خلال الفصل الدراسي الأول وما قدمته لأبنائنا الطلاب في مدرسة عقربات التي تضم أبناء القرية بالإضافة للنازحين. ما قدمه الكادر التدريسي والتعليمي في عقربات بالنسبة إلى المعطيات والإمكانيات يفوق بكثير، ونحمد الله على هذه الجهود الجبارة التي قدموها.